بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو موضوع الوعي موضوع مطاط وموضوع كبير جدا، والحديث فيه يعني يتشعب، لكن باختصار أهم شيء أثبت الآن أنه قضية الوعي، قضية الإنسان إدراك أنه ممكن أي تغيير بسيط في الجسم، أي علامات ممكن بكل سهولة يتم اكتشاف أي مرض، وليس فقط مرض السرطان، ولكن نعلم أنه السرطانات في فتراتها الأولى أو في المراحل الأولى ممكن بكل سهولة إن شاء الله ويسر يكون فيها شفاء. قضية التوعية استنزفت من الكثير وتأخذ الكثير وتحتاج إلى الكثير. التوعية موزعة عندنا على مستويات، من مستويات الأطفال، من رياض الأطفال، وحتى يعني مثل ما يقولون كبار السن. بالنسبة لرياض الأطفال والمدارس، عندنا زيارات دائما، عندنا مركز للتدريب اللي يحضرون فيه الطلبة وأولياء الأمور، ممكن يتعرف عليه الطفل على أساسيات بسيطة، يعني هو لا يستطيع أن يستوعب المعلومات العلمية، ولكن نحن نحاول إيصال الرسالة عن طريق المجسمات الموجودة، تحسين التغذية والرياضة. عندنا جيم صغير للأطفال يعني أقل من 6 7 سنوات، ونعودهم نشوف يعني أن الرياضة مفيدة وكذا، وبعدين بعد ما يخلص يذهب إلى موضوع الطعام، موجودة طاولات عليها كل أنواع الأطعمة. إيش يعني قضية التوعية، وصلنا لها المرحلة هذه. التوعية بالنسبة للمراحل الأخرى، المدارس طبعا والجامعات، موجود عندنا تعاون كبير مع الوزارات ومع المؤسسات كلها، والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، بل تعدينا هذا إلى أن حتى لربات البيوت والمتعايشين مع المرض عندنا المطبخ الصحي، يتم فيه تقديم وجبات وتعليمهم على صناعة الوجبات. الهدف منها هو يعني الابتعاد عن المخاطر بقدر ما يمكن. من هذا المنبر طيب يجب أن أقول أنه لا أحد يستطيع أن يمنع السرطان، ولكن أنت تحاول أن تقلل من الإصابة. هناك أسباب كثيرة، سواء كان في الأطفال أو كان في الكبار، لدرجة أن نحن خلقنا مثل الشوبينج سنتر أو بقالة صغيرة للأطفال، أنه ناخذ الترولي للتسوق ويمشي يختار المواد، العبوات الغذائية خاصة المعلبات، التركيز على الأمور الحافظة فيها. فهذا نعملها للأطفال، مش للأطفال طبعا، للطلاب اللي في المراحل الإعدادية والثانوية، بحيث أنه يستطيع لما يذهب إلى أي سوق أو إلى أي مكان أنه لا، هذه المادة مسرطنة، أبتعد عنها، أختار الأشياء الأفضل.